السلام عليكم شباب، معكم يا The Geek from the Middle East. رسميا جوجل تدخل عالم الفيديو جيمز بشكل قوي بعد ما اعلنت عن خدمتها الجديدة ستيديا، اللي بتكون خدمة ستريمينج للألعاب من خلال جوجل كروم. فخلونا نشوف كل التفاصيل والمميزات اللي كشفوا عنها في معرض GDC اللي هو عبارة عن معرض لمطورين الألعاب، وهاي كان اغلب الحضور في المعرض طبعا مطورين الألعاب وشركات التطوير. انزين، اولا شنو ستيديا؟ تخيل قاعد تشاهد اعلان لعبة على قناة المطورين الرسمية. في نهاية الفيديو بيكون في زر مكتوب play العب، ولما تضغط عليه مباشرة بيوديك للعبة مباشرة، حتى التايم اللي عطونا قالوا في 5 ثواني بتكون في اللعبة وبتقدر تلعبها بدون تحميل بدون اي شيء. مباشرة بتقدر تلعب اللعبة بدون ما تنتظر حق تسويها انستول، مباشرة من سيرفرات جوجل اللعبة بتيك، وبتقدر تلعب هالألعاب من كمبيوترك الديسكتوب، اللابتوب، تابلت، تليفون أو شاشة التلفزيون إذا عندك سمارت تي في أو كروم كاست. ولما تلعب مثلا على شاشة الكمبيوتر وتبي تنتقل لموبايلك تليفونك، مباشرة تقدر تكمل من نفس النقطة اللي وقفت فيها على الكمبيوتر في الموبايل. وهاي فكرة ستيديا، أن اللاعب ما يحتاج يحمل اللعبة وأنها تكون على كمبيوتره أو جهازه أو تليفونه، الألعاب كلها بتكون على سيرفرات جوجل، واللاعب بس يحتاج أن يكون متصل بالإنترنت وبالسيرفرات. وشعار ستيديا كان The future is not a box، المستقبل مو علبة، قصدهم أنه مو كونسل مو جهاز. بالنسبة للجرافيكس، مع موعد الاصدار الجرافيكس بيكونون 4K 60 FPS، وهدفهم للمستقبل انهم يقدمون لنا العاب بريزولوشن 8K 120 FPS. واعلنوا ان لعبة دوم القادمة دوم اترنال بتصدر على ستيديا بريزولوشن 4K و 60 FPS. وميزة ثانية حق الجرافيكس والجي بي يو، بما ان الالعاب بيكونون في سيرفرات، فالمطورين بيقدرون يطورون العاب على اكثر من معالج، اكثر من جي بي يو للعبة الواحدة. قوة معالجة GPU ستيديا هي 10.7 تيرافلوبس، فبتكون أقوى من معالجة البلايستيشن 4 والأكس بوكس 1. وقوة معالجة ستيديا بتسمح حق ألعاب نفس ألعاب الباتل رويال أن عدد اللاعبين فيها يوصل إلى 1000 لاعب. تقدرون تتخيلون PUBG أو فورتنايت أو إيباكس ليجند مع 1000 لاعب في جيم واحد، أو تيتريس 999. خاصية الكروس بلاي بتكون متوفرة على ستيديا، اللي بتسمح للاعبين انه يلعبون مع لاعبين ثانيين على منصات اخرى نفس البلاي ستيشن والاكس بوكس. خاصية ركزوا عليها اللي هي الستريم كونكت، بمعنى اخر السبلت سكرين. في البرزنتيشن ذكروا ان السبلت سكرين خاصية قاعدة تختفي في الفيديو جيمز، ومن اكبر اسباب اختفاء السبلت سكرين هو بما ان الالعاب تحتاج الى قوة معالجة كبيرة، هالخاصية بدأت تختفي شوي شوي مع تطور الالعاب وزيادة قوة المعالجة اللي كل لعبة تتطلبها. ولكن مع استديو هالشي بيكون سهل. Style Transfer Machine Learning، هاي خاصية حق مطورين الألعاب مو حق اللاعبين، يعني حق الشركات وحق الناس اللي عندهم هواية تطوير الألعاب. لما يطورون ألعابهم يقدرون يستخدمون هالخاصية علشان يغيرون ستايل اللعبة بكل سهولة، كأنك قاعد غير فلتر سناب شات حق لعبة كاملة. تخيله، ما أدري ليش جات على بالي هالفكرة، ولكن هاي اللي على بالي. ولكن باختصار، تخيل تسوي لعبة وتبي تشوف اللعبة في أكثر من ستايل وألوان وأشكال، فتعطي البرنامج برنامج صورة مثلا انت تحبها نفس ما تشوفون، فالبرنامج بغير شكل لعبتك او ستايل لعبتك حسب الصورة اللي اعطيته. اكثر خاصية عجبتني هي الستيت شير، اللي بشكل بسيط انك تقدر تسوي شير السيف مالك، يعني تقدر تسوي سيف وبيكون على شكل لينك، وتقدر تطرش حق صديقك وصديقك يقدر يستخدم هالسيف علشان يلعب اللعبة من نفس النقطة اللي انت سيفت فيها. ولكن بعطيكم المثال اللي اهما عطونا في البرزنتيشن، لان بعد عجبني اكثر المثال. تخيل انت قاعد تسوي بث اونلاين حق لعبة على يوتيوب، ووصلت مكان صعب مثلا البوس الخامس في اللعبة، فتقدر تسوي سيف وتاخذ اللينك وتنشره حق الناس اللي قاعدين يشاهدون الستريم مالك البث مالك، ومثلا تقول لهم مين يقدر يغلب هاي البوس قبل لا انا اغلبه، او مين اسرع واحد يقدر يغلب البوس فيكم. واي شخص بيضغط على اللينك على الرابط مباشرة بيوصل الى النقطة اللي انت فيها وسيفتها مع نفس الايتمز والاسلحة والهيلث. فهاي الحين صار كأن طريقة تفاعل جديدة بين مثلا صانعين المحتوى
على يوتيوب ومتابعينهم ومشاهدينهم. هاي كان أحد أهم النقاط في ستيديا، أن يبون يربطون المطورين واللاعبين، صانعين المحتوى، مشاهدين المحتوى. وبتشوفون الحين بتكلم بعد عن خصائص أكثر كلها لها علاقة بيوتيوب وصانعين محتوى الجيمينج بالتحديد في يوتيوب. وهاي شيء أنا وايد عجبني أكثر من قوة المعالجة والجرافيكس وكل هاي الأمور، هاي الطريقة والتجربة الجديدة في الجيمينج اللي جوجل بتقدمها لنا من خلال ستيديا. الخاصية الثانية حق صانعين المحتوى والناس اللي يسوون فيديوهات جيمينج على يوتيوب، انه مباشرة من ستوديا تقدر تسوي بث على يوتيوب، وفهاي البث عندك خاصية كراود بلاي اللي بتخلي المشاهد لما قاعد يطالع بث حق اليوتيوبر المفضل له حق لعبة معينة، اللي بيخليه يدش ويشارك ويلعب معاه في نفس الوقت. يعني مباشرة من البث اللي قاعد يطالع تقدر تدخل وتلعب مع اليوتيوبر اللي قاعد يلعب. ولكن بالنسبة للكنترولر تقدر تستخدم اي كنترولر عندك حاليا، يعني اللي تستخدمه مثلا على الكمبيوتر او مع التابلت اذا عندك كنترولر تابلت، ولكن بيكون في كنترولر ستيديا خاص اللي بيكون في بعض الخاصيات المميزة نفس زر جوجل اسيستنت اللي بيخليك تستخدم الخدمة مباشرة من الكنترولر. ولكن حقي أنا أحلى شيء في الكنترولر أن تحت الكنترولر موجود الكونامي كود، تعرفون إذا نسيت الكونامي كود موجود تحت ما يحتاج. واخر شيء اعلنوا عنه جوجل هو ستيديا جيمز اند انترتينمنت، ستوديو تطوير العاب مخصوص حق ستيديا. واعتقد الحين الكل قاعد يسأل اياد متى ستيديا بيكون متوفر وكم سعر هاي الخدمة. تاريخ اطلاق ستيديا بيكون في 2019 في هاي السنة، ما عطونا تاريخ محدد، وحاليا ما بيكون متوفر في كل مكان، وللأسف في منطقتنا احنا ما بيكون متوفر، وحاليا ما في اي سعر حق هاي الخدمة. ولكن اعتقد اغلب الظن انه بيكون نفس خدمة اشتراك تدفع شهريا حق استخدام هاي الخدمة، ولكن نفس ما قلت للحين ما نعرف اي شيء عن سعر ستيديا. انتو شو رايكم في ستيديا يا اعزائي المتابعين؟ انا بتكلم عن رأي وملاحظاتي في الفيديو الثاني، ولكن الحين بس حبيت اعطيكم كل التفاصيل اللي عطونا. شكرا على المشاهدة، اذا عجبك الفيديو لا تنسى تعطينا اللايك وشاهد فيديوهاتنا الثانية، متأكد انها بتعجبك.